شك صاير بمحمود؟ ليش؟ انت ردة فعلك ما كانت طبيعية بنو. حسستيه بمرضه أكثر. اللي كان المفروض تقدري موقفه، محمود حالته النفسية مدمرة وهذا الشيء عم يأخر بعلاجه. مشان هيك لازم يطلع من الحالة، ما المفروض يضل هيك أبدا. لك شو بيطلع بإيدي أعمله وما عملته أنا، بس وحياة ربي كثير عم بتعذب معه. عرفتي ليش ما كان بدي اياكي تشوفي؟ شو يعني؟ خلاص؟ يعني لازم تشوفي حياتك مثل ما كان عم يقول لك محمود. العصيرات صاروا جاهزين، حضن حبة الدواء اللي لازم تاخذها هلا، وبعدها بعشر دقايق بدك تفطر. شكرا وصال، وجودك مهم كثير بحياتي. شكرا استاذ. هلا اذا الي خاطر عندك، بعد ما تاخذ الدواء وتشرب العصير وتفطر تطلع لبرا شوي على الجنينة، ممكن؟ على راسي. شو رح تعمل هلا عمو؟ والله ما بعرف، حالته تعبانه كثير. طيب خلينا ناخده على المشفى. وصال شغلته ما بده المستشفى. رح احكي مع الدكتور جاد، هو بيعرف شو بو. بس هو كثير بيتحسس من الدكتور جاد. نحن ما لازم نتخبى وراء اصبعتنا. دكتور جاد قال انه الاستاذ نزار عنده مشاكل نفسيه خطيره، بس هو ما رضي يقول له. طيب شو الحل؟ لازم يواجه الحقيقه. هو انا لحالي بصراحه ما بقدر اتصرف، انا اللي بقدر اعمله بتصل بالدكتور جاد، هو اللي بيتصرف. عمو قل لك شيء وما بتزعل مني. قولي قولي شو في؟ أنا من لما أجيت لهون عرفت دغري إنه مشكلته للأستاذ نزار هي مشكلة نفسية مو عضوية، واللي لازم يشرف عليه دكتور نفسي مختص. يعني فيك تقول الحالة اللي عم يعاني منها هي قريبة لحالات الاكتئاب الداخلي. أنا عم أقول هيك يعني بحكم خبرتي البسيطة بمهنتي. يعني المرة الماضية وقت إجا الدكتور جاد وقعد مع الأستاذ نزار ساعتها طولوا كتير، وأنا وقتها يعني هيك تأكدت من شكوكي. على كل إن أنا رح أتصل بالدكتور جاد، هو بيعرف شو لازم يعمل. أنا هلأ طالع لعنده شوفه هدي ولا لساته. علي نعم علي. هيدا انت؟ بدي اقول لك شغله، مو تفكر حالك بس انت التعبان ومهموم، انا كمان تعبان ومهموم. اهلين عاصي، انا منيحة، انت كيفك؟ ماني منيح. خير شو في؟ هلا على التليفون ما بيمشي الحال. أنا قدام البيت، افتحي لي. شو؟ مثل ما عم قلك، افتحي لي. يلا يلا ماشي. بسرعة بسرعة ماني مطول. شو بدي أعمل؟ لازم لاقي حل أخلص. شو عم تساوي هون؟ شو ها؟ شو عم تساوي هون؟ ماكشي. جارتنا حدا عم يضايقك؟ لا لا ابدا. عجبك هيك؟ انبسطتي؟ طيب شو اعمل؟ حتى بنتي صايره صبيه عم تتحسس من كل شيء على الطاوله ونازله. ليكي غصون انا كثير متضايق. ها فاروق،
روق. هلا انت روح وبشوفك بعد شوي. وشغلك؟ اليوم مالي رايحة للساعة 12. ماشي. خير. شوفك بنفس المكان بشوفك بالعادة. كثير طولتي ميادة، كثير طولتي عند العميد، وأنا قاعد هون على أعصابي رح جن. ليش هيك عم تحكيني؟ يعني ما بتعرفي ليش؟ لا ما بعرف. إيه لازم تعرفي. ميادة، أنا ما عم بقدر بطل تفكير فيكي. ما بعرف شو صاير لي. أنت الوحيدة اللي دخلتي قلبي. أنت الوحيدة اللي خليتي قلبي يدق. ما بعرف شو بدي لك، وما نعرف أنا شو بدي رد عليك. أنا ما بدي إياكي تردي، ولا بدي إياكي تحكي. بدي إياكي تسمعيني وبس. بسمعك. بتعرفي هي أكتر لحظة بحياتي بكون صادق فيها. بسمعك ميادة، أنا بحبك.